تعالوا نطمنكم عن الجو. الجو النهارده كمان ما كانش حلو ابدا، الجو كان تراب وكان فيه مطر وتقلبات كتيره جدا، والحراره وصلت الى 10 درجات بالليل دلوقتي، وفي كل انحاء الجمهوريه الحقيقه الجو يعني مش حلو. هتشهد كمان هطول امطار زي ما قلت لحضراتكم، وبدات بالفعل شفناها النهارده في القاهره على يعني فترات كده مختلفه، وكمان شفنا تقلبات مناخيه عنيفه، وده كمان ادى لتوقف كمان حركه الملاحه في البحر المتوسط بشكل مؤقت. اكيد يعني تقلب الجو لازم هتلاقي اول حاجه حركه الملاحه بتتوقف على طول. طيب الجو المتقلب ده يعني هيفضل لغايه امتى وسببه ايه؟ خلينا في مداخله مع الاستاذه منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه. مساء الخير يا فندم. دكتوره منار مساء الخير يا فندم. مساء الخير على كل الساده المشاهدين. احنا واخدينك من الماتش اكيد، بس خلينا كلمينا عن الطقس، يمكن الطقس كده يرمي علينا كده حاجه خير. هو احنا طبعا وفقا لتقارير الهيئه العامه للارصاد الجويه وتوقعاتها، شهدنا من ظهر اليوم حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بتستمر معانا المساء غدا الجمعه باذن الله. سببها وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وطبعا منخفض جوي في طبقات الجو العليا. بيبدا المنخفض الجوي يتحرك من غرب البلاد الى شرق البلاد. يمكن شهدنا في الساعات الماضيه بالفعل نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه، وايضا سقوط امطار متفاوته الشده على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى. متوقع خلال الساعات القادمه وغدا ان شاء الله يكون ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي هيستمر فيها طبعا نشاط الرياح على كافه مناطق الجمهوريه. قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية، الأماكن المكشوفة، بعض المناطق من شمال الصعيد. سرعات الرياح هتكون ما بين 40 و50 كيلو متر في الساعة، ودي سرعات عالية أعتقد دكتورة منار. دي سرعات عالية بالظبط يا فندم، السرعات عالية وهتؤدي كمان لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط. ارتفاع الامواج هيوصل لخمسة متر غدا على البحر المتوسط، فاضطراب شديد جدا في حركه الملاحه البحريه. ايضا فرص الامطار هتبدا تزيد، ويمكن من خلال الساعات الان مطروح بدات تتساقط عليها امطار متوسطه الى غزيره ورعديه، مع دخول ساعات الليل وايضا ساعات الصباح هتبدا كميات الامطار تزيد وتتقدم للداخل، وتكون امطار متوسطه الى غزيره ورعديه، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد الكرات الثلجيه على كل محافظات السواحل الشماليه للبلاد، مطروح والاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. كل ما تقدمنا للداخل فرص الامطار بتقل، لكن هتكون امطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على محافظات جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بعض المناطق طبعا من شمال الصعيد ومدن القناة وأيضا سيناء. الأمطار غدا هتستمر على مدار اليوم، وهتكون طبعا على فترات متقطعة من وقت للتاني. طب هل في أي دكتورة منار، هل في أي ثلوج هتبقى موجودة؟ يعني هتظهر سانت كاترين بالفعل بقى بالفعل يا فندم، في تساقط الاول للثلوج على مرتفعات سانت كاترين بسبب انخفاض درجات الحراره اللي هيوصل لصفر وكمان واحد واثنين تحت الصفر على بعض المناطق من مرتفعات سانت كاترين. ايضا في تساقط لحبات البرد، كرات ثلجيه صغيره بتسقط مع الامطار على المناطق المطله على البحر المتوسط، تحديدا اكثر المناطق اللي هتاثر بيها اسكندريه، مطروح، البحيره، كفر الشيخ، هيسقط عليها حبات من البرد. ايضا غدا انخفاض درجات الحراره هيكون عن اليوم بحوالي درجتين، يعني متوقع خلال ساعات النهار العظمى تكون 16 درجه مئويه. و16 نشعر بيها 16 ولا 16 اقل؟ لا طبعا هيكون في نشاط للرياح في الاحساس بيها، طبعا هيكون اقل من 16 يعني درجه، 16 بروده نشعر بيها 14 مثلا يعني. وخلال ساعات الليل هتكون 10 درجات، فالطقس طبعا خلال ساعات الليل كمان هيكون شديد البروده، لكن ان شاء الله متوقعين الحاله دي سريعه مع دخول يوم السبت يحصل تحسن في الاحوال الجويه باذن الله. ان شاء الله دكتوره منار، بنتمنى فعلا الجو يتحسن والناس تقدر تحس بشويه دفى. دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه، نشكر حضرتك شكرا جزيلا.